السلطان اصحاب السلطان واقرا انا بقول تمشي دلوقتي عشان اتاخرت ولا يهمك انا قلت لعم لقب ان عمي مات امبارح ما بتكلمش عن رجب دلوقتي يا علي بتتكلم عن دول ولا يهمك اللي كان في الحمام امبارح مملوك متدلع وشانا انت لسه ملغيه امبارح في دي لا امشي حد من دول ممكن توريني خلقتك يا همام الله الله الحي عسكري ده اكيد الزبق بره يا عسكر هو في ايه بيقولوا الزبق الحكايه يا سالم بيقولوا الزبق يا جندي يا جندي يا جندي نعم يا مولاي مفيش يا ابني حد رافع قضيه كده تجيبه عندنا ولا حاجه مفيش يا مولاي طب اجري يا ابني شوف كده ناحيتنا حد بيتخانق مع حد جرجره لنا يا ابني مفيش يا مولاي يعني ايه مفيش خلاص ده انا لو ببيع جرجير ولا سريس كنت الاقي الزباين عندي بالكوم خلاص العدل استتب والامن خد مجراه ايه هقعد كده قاضي خيال مات بيغصوني ولا ايه انتوا دخلت اتحمى حمومة ودي شورة خايبة ومشؤومة دخلت عجل شايف يا شعبندر دي البلد سابت بقى ولو اني قابل اسوي رهيب عملوها فيا في الحمام في الحمام اللي جرالي في الحمام اللي جرالي الزبا راح فين؟ في الحمام الزبا من هنا من هنا ايوه ايوه على طول على طول على طول عملوها فيا المرجليه عملوها فيا البلطجيه خلونا سرق زي الوليه عملوها فيا كان جاي علينا يا شهبندر الزبا ازاي تامن الغريب يا مدام السلام ما انا مأمن لك انت والبلاليس امثالك خدت ايه غير قلة القيمة مجرد خروج غريب من السجن يتخاف منه امال بقى لما يلاقي نفسه في وسط رجالتك لا بقى اقول انك خايف على نفسك في الدرك يا كعبورة وبس لا يا مقدم انا خايف على الدرك نفسه افهم بقى غريب بنته في قبضة ايدي وده هيخلي قلبه اسود اكتر بالعكس انا اعرف ازاي اخلي قلبه ابيض واخليه في نفس الوقت خاتم في صباعي يا مقدم ما لو انت قد المسؤوليه انا ما كنتش طلعت غريب ولو انت عندك دم ما كنتش تتكلم خالص المقدم غريب حاضر يا مقدم خليه اتفضل صباح الخير يا مقدم اهلا 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 يا مقدم غريب اهلا الحكاية دي مقصودة يا سالم يعني ايه؟ يعني الفارس ده كان قصد يبعدهم عن الدكان يعني يبعدهم عني انا يبقى يعرفك وعارف اللي حصل كمان بقى اللي حصل عمره ما يتقال هو انتوا ما سمعتوش ايه؟ مش غريب بقى من رجالة الكلبي غريب مين يا بلبول؟ غريب اللي كان في الجبل رئيس العياء المجدع شافوه في لبس الدرك وعلى سنجة عشرة غريب بطل الجبل اللي كان بطل ما صدقنا وطلع جدع اسمه الزيبق نقوم نخسر جدع اسمه الرئيس غريب علي على فين يا علي بس بعد اللي سمعته ده يا مقدم انا بسأل ازاي الزيبق كان بيعرف كل شيء وبعدها يتحرك وبكل ثقة في الحمام وهنا وفي بيتك نفسه
ده اللي محيرني يا غريب. بس الرد اكيد في اللي بيرسيه على الحال اول باول. يعني ايه الكلام ده يا مقدم؟ بلاش الحساسيه دي يا كعبوره، ما قالش ان انت. ومين يعرف الاحوال غيرنا في رجالتك يا مقدم؟ انا مش بتهم حد، انا بتكلم بالعقل. وكلام فعلا معقول يا غريب. يبقى بكده المطلوب انك تشك في رجالتك يا مقدم. الحل لازم يبتدي من هنا، تكون بدايته من هنا يا مقدم. عينك تحطها على كل رجالتك واولهم انا. برضو الكلام معقول يا غريب، بس احبك تفهم حاجة. انا واثق في رجالتي كعبورة وشنن زي ما انا واثق من نفسي من صنقر الكلبي. انا ما بقولش ان الكلام بيتصرف خيانة، انما اهمال جايز، رغي بدون حرص جايز. ماشي يا غريب، المهم الخطوة الجاية هتكون ايه؟ هنقفشه ازاي؟ يا مخدمنا الهمام، يا حامي حمالة الحقني، ايه يا وش المصايب؟ ايه يا قاضي القضاء؟ الجن طلع لي تاني، الجن وصل لدار القضاء وهجم. جني ايه؟ الزيبق. الزيبق دخل علي دار القضاء وهجم كما القضاء، والمقدم شلن بيجري وراه ويصرخ ويقول امسكوا الزيبق. ايه ومسكوه؟ زقوا الجني، وقع المقدم طرشمه، وقع فوقي خرشمني. ايه يعني هرب؟ ودمي هرب. يعني شفتوه المرة دي كويس يا قاضي؟ كان لابس اسود في اسود ووشه مستغطي. هيقولي لابس اسود في اسود؟ ازاي يكونوا قدامهم ويسيبوه؟ الناس يا مقدم، الناس. مالهم الناس يا حلاوة؟ الناس بيساعدوه وبيلخفنوا العساكر عشان يهرب. انا خرجت وشفت بنفسي. سامع يا مقدم غريب؟ وهو ده الخطير في الامر يا مقدم. والاخطر من كده يا مقدم اللي بيقولوه الناس. لازم يا مقدم تعمل حاجة وبسرعة، وإلا المسألة هتتنيل على الآخر. وأنا خايف. إيه اللي بيقولوه الناس؟ أنت الأول. شمتانين يا مقدم ومبسوطين وبيغنوا غناوي عليا وعليك. إيه ده؟ بيغنوا عليا؟ ما هي هزلت يا مقدم. الناس خلاص هزقونا، حتى دار القضاء مقطعينها وانا قاعد فيها انش. سيبك من دار القضاء دلوقتي وقولي بيقولوا ايه. قولي انت مدام كعبورة مش عارف. قول يا حلاوة. يا مقدم ده راجل اهبل. انت تسكت خالص. قول يا حلاوة قول. اقول ايه ولا ايه يا مقدم؟ ده حتى الحبايب، اعز الحبايب الشهبندر وكبار التجار وكبار الاعيان قاعدين يقولوا خلاص لازم نشوف لنا حل ما دامها ثابت. حل ايه؟ بيقولوا ان المقدم قاعد في القاعه وسايبها كده. طيب كعبوره حضر لي ركوبه بسرعه. وهتنزل في الظروف دي يا مقدم؟ الظروف دي لازم الكلب ينزل بنفسه والناس كلها تشوفه. مظبوط يا مقدم. وانت هتكون معايا يا غريب، وعايز الناس تشوف عين الكلب الحمرة منك انت وقدام يا غريب. هشوفه يا مقدم. والمرحوم عمك كان عنده عيال كتير يا شعبوزة؟ كان عنده تسعة يا عم ياجا. تسعة يا دين النبي. اكبرهم كان عنده ثلاث سنين. وازاي دي تيجي؟ أصل مرات عم الله يمسيها بالخير بتخلف كل ثلاثة في بطن واحدة. يا حفيظ. بس ربنا يكرمهم، ليهم رب اسمه الكريم. اسمع يا شعبول، احنا كمان لازم نفتكرهم. كل ليلة تاخد لهم أكل معاك. ربنا يخليك يا عم ياجا. يلا بقى قشر لي البصل عشان نشتغل. البصل بيدمعني. وانا مش لاقيش عيالك. عرفت ايه اللي هتعمله يا غريب؟ ايوه عرفت يا مقدم، بس ده مش كفايه. انا شايف ان بعد كل اللي حصل ده تروح طوالي على الحمام. حمام تاني؟ والكل يعرف.
وده معناته ايه يا مقدم غريب؟ معناته ان الكل يعرف ان حكاية الحمام دي اشاعة يا كعبور. وانت موافق يا مقدم؟ والله مدام غريب مسؤول انا موافق. انا مسؤول عن حاجة واحدة بس، ان مفيش رجل غريبة تخش جوه. طب واذا رجل غريبة خشت يا مقدم غريب؟ يبقى خير وبركة يا كعبورة، يقع ودي برضو انا ضمنها. انا موافق يا غريب. يبقى كل شيء ترتب من هنا، حتى الليفة والصابونة والحنة والحراسة من هنا. طيب استأذن انا بقى يا سيد الناس. استنى يا حلاوة، انت هتيجي معايا يا حلاوة. الحمام بلاش انا يا سيد الناس. انا قلت هتيجي يعني هتيجي وهتمشي جنبي، اصل انت زي حكاية الحمام اشاعة ولازم اكدبها. تمشي جنبي صلب طولك كمقاضي، وقت اللزوم تتكلم بلسان قاضي، مفهوم؟ يا مقدم انا كنت ماشي مع الحمامي وبعدين. بس يا منيل عرفت، اتفضل احكي على اللي حصل. وانا شايف اللي بيحصل ده هيأثر على السوق يا شهبندر. واحنا اللي كنا عاوزين نرفع اسعار البضاعة في السوق على حس اللي خدوا زريق السمان. هز هبت الكلبي مش هيهز السوق وبس يا سيد دومة، ده ممكن يهز حاجات كتير. طب ما نلحق ونكلم زرق السماك قبل ما يرجع السلطانة يا شهبندر. نكلم مين بس يا سيد برقوق؟ الكلبي. يا ولد يا ولد. اهلا 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 بمقدمنا الهمام. اهلا بك يا شهبندر. قول يا ابن عز، انت شايفني قدامك ولا لا؟ يا سلام، اللي ما يشوفش الشمس يبقى اعمى. طبعا شايفك ومنور الحي كله. امال ليه بيقولوا ان المقدم صنقر الكلبي خلاص مش في البلد؟ وهي البلد من غير المقدم تبقى بلد؟ لكن انت قلت انهم قالوا يا قاضي. حلاوه كذاب، واحنا مش ممكن نقولها. رد يا قاضي. القاضي لا يكذب يا تاجر العبيد. يا مقدم صنقر، احنا في قلق مستمر ومش بننتهي. اللي حصل من العايق المجهول بقى شيء معروف، وده خطير على الكل. يعني انتوا خايفين على اموالكم وخايفين على السوق، ها؟ بصراحه ايوه يا مقدم. ايوه يا مقدم. صعبة دي يا مقدم غريب؟ ديتها يعرفها الشهبندر، يكفر البضايع من السوق، ترتفع الاسعار، الناس تجوع تتأدب. يعني انت مقدم؟ اوامر ولازم تتنفذ، ومن هنا ورايح كل واحد يحاسب على كلامه يا شهبندر. ولعلمكم الكلام في البلد من النهارده بقى خلاص من اختصاص المقدم غريب. ودي ما اعرفش فيها ابويا، يعني كل واحد عندي رقبته متعلقه في لسان وبحكم شرعي. اي نعم اي نعم. يلا بينا يا قاضي، يلا بينا يا قاضي الاوضه نروح الحمام. يلا حي حي ما تحي. كنت فين يا زعبولة؟ كنت في الكراية يا عم ياجا. كل ده عشان ما لقيتش ولا حبايب فلفل واحدة في الكرار، قلت اروح اجيب من السوق واخلص. اهي دي الهمة. باين المقدم مشي. ايوه يا سيدي. اروح اجيب بقى حاجات الفطار عشان اخاف اوي اروح وهو هنا. لا، ما هو عارف ان انا جايب ابن اختي معايا عشان يساعدني. برضه بخاف منه يا عم ياجا. انا بيتهيألي لو بشيلي بس واحدة بس كده ها شاكك من طولي. مش انت بخاف منه برضه يا عم ياجا؟ كده يبقى مفيش حاجة ناقصة. مفيش. انت تسكت خالص، كفاية اللي حصل منك النهاردة. الله، بقى يفلت منك يا شنن. يجي لحد هنا ويفلت منك يا شنن. وكنت هعمل ايه اكتر من كده؟ انت عارف لو مسكنا الزيبق ده كان معناته ايه؟ عارف؟ المقدم هيستريح. احنا اللي كنا هنستريح يا غبي. الواد ده واقف هنا ليه؟ لا مؤاخذة مقدم، المقدم شنن هو اللي قال لي، مش كده يا مقدم انت اللي قلت لي؟ يلا من هنا يا ولد على طول. يلا على درك القلعة. وانت يلا على درك القلعة.
وجايب لي رجالته هنا يا شنن؟ هو قال اني ماليش دعوة بيهم. وبتصدق؟ لو كنت مسكت اللي اسمه الزيبق ده كنا خلصنا من غريب اللي هياكل مخ المقدم ويضيعنا. حط الحاجات دي هنا يلا، وانت تراجع عليها عشان نسلمها للمقدم غريب يا سيدي. وانت يا مقدم غريب، بكرة هتتنيل على عينك يا غريب الكلبي. علي. أمي؟ الكلبي فين؟ الكلبي راح على الحمام. وانت؟ أنا رايح على الدكان. صارحني علي، الكلبي خارج زي الوحش المسعور وحواليه كلابه والبلد مقلوبة. ما قلتلك يا أمي أنا رايح على الدكان، ممكن تيجي معايا تتأكدي بنفسك. يا علي. يا أمي أنا عارف أنا بعمل إيه، صدقيني أنا في أمان. أمان؟ ومنين هيجي الأمان بعد ده كله يا علي؟ يا مقدم غريب، قالوا إن شميعة والجابي يوسف اتسرقوا هنا في وسط الناس دول، ودول ساعدوهم. تعال هنا يا راجل. أنت؟ أنا غريب. اسم المقدم غريب. الجاب السرق هنا قدامكم مش كده؟ وفتشونا يا مقدم. اللي سرق تجيبوه. فتشنا تاني. قدامك مقدم ضلك مصر وبتهزر؟ شايفين يا ناس؟ كلمة تانية هاخد عمرك. يا ناس، يا ناس، مقدم ضلك مصر حاميكم وحامي الامن، راعيكم وراعي الكل، يسهر الليل ولا ينام علشانكم، تقوموا تساعدوا سارق مارق على سرقة جاب البلد وشميع المسكين. هذا فوق هدومي التي سرقها اللص قصادكم. جيت ليه دلوقت؟ يبقى عليهم يجيبوه. يا مقدم غريب، إذا كان على الولد اللص التافه ده مش مشكلة، مفيش لص يقدر يهرب في بلد مقدمها الكلبي. هيجي وهيتسحل وهعافيهم هم من طلبك. لكن انا ما اقدرش اعافيهم يا مقدم على عملتهم السودة. ساعدوه على الهرب يوميها والنهارده كمان. والله في الحاله دي الحكم المولانا القاضي. نجمع منهم ضعف ما سرق اللص. لا لا بقى، ما حرام يا ناس، مش معقول كده. ايه ده؟ ده شغب. وبرضو الحكم يبقى للشرع والمولانا القاضي في اللي يعمل شغب او يصير اشاعات او يقدر صف الامن والامان. مولانا القاضي اصدر الفرمانات بالاحكام الشرعيه في كل ده. بينا مقدم على الحمام، ولما تخلص الفرمانات هنروح للوالد. لبن مرطب مقدم. ما هو الاكل ده كله على الصبح حامي برضو يا جناب الوالي. من شان مهام جسم. احنا كده بقى بنرجع لموضوعنا. المهام الجسام تفرض على جناب الوالي يقرر هيعمل ايه بعد اللي بيحصل في البلد دلوقتي. فكرتنا يا مقدم مناغصات، لكن شوف ايه مقدم سميك. جيت للحق يا جناب الوالي، مش انا اللي اشوف، انت. يا اما بقى نسيب الامر لمولانا السلطان هناك هو اللي يقرر. مولانا السلطان؟ طبعا يا جناب الوالي، الموضوع خطير. امن الولايه هنا جزء من امن السلطنه. المقدم صنقر الكلب مع القاضي حلاوه. انت كلمه مقدم. لا انا ماليش كلام مع الكلب يا جناب الوالي، الكلام ليك انت طبعا. التحيات لجناب الوالي ولضيفنا الكريم. اهلا.
بالمقدم صنقر الكلب الهمام. أهلاً بالقاضي. خدمك حلقة قاضي القضاء حلاوة. حاضر الجناب قاضي القضاء. حاضر الجناب مقدم دارك هومم عسكر شجعان. وبعد ده كله في قلق مقدم صنقر. لا لا ألف بعد الشر عليك يا مولانا من القلق. جناب الوالي يمكن يقصد اللي سامعه. الولد اللي ظهر في البلد ده صنقر. هو معقول جناب الوالي يهتم بأمر لص تافه زي ده؟ لص تافه سرق أموال جابي. لص تافه سرق أموال مرابي صديق. لص تافه عمل فوضى اضطرابات. كمان أنا نخاف على أموال حضرتهما أيضا. وكتاب الله يعملها. حلاوة حلاوة. أنا في قلق مقدم صنقر. جناب مقدم موفد من طرف جناب مقدم دارك سلطانة دليلة. كمان موفد من مولانا سلطان. يا مرحبا بسيد الناس وتاج الراس. موفد للإطمئنان على أحوال أمن مقدم كلبي. أفهم كده أن جناب الوالي مش مطمئن لنا؟ مقدم كلبي همام ما في كلام. لكن أنا لما يسمع جناب الوالي مش لازم يسمع اي كلام فيه مبالغة. ده مجرد لص تافه ومجنون. ومسكناه. ها؟ قلت مسكتوه؟ مسكناه. هو كده يا جناب الوالي. لص ومسكناه. عفارم عفارم مقدم كلبي. عفارم. الان صدر حضرتنا انشرح فنظيم. حلويات فالد. حلويات فالد. يا سلام خبر سعيد بسمعه قبل السفر يا مقدم صنقر. وحس كده بقى يا ريت تكون هديتك لينا واحنا راجعين للسلطنه بكره باذن الله هذا اللص. يا نهار كحلي. بس الخوف ناخده يعمل ملعوبه يا تاني في الحمام هناك. أنا يسعدني يكون المقدم زرق بينا سعيد ومبسوط وبيضحك. ويسعدني أكتر إنك تعرف زي المقدم دليلة ما بتعرف إن مش كل الإشاعات الكذابة ممكن حد يصدقها على صنقر الكلبي اللي طول عمره قضيته من حديد ونار. أكيد. وهتفضل كده رغم الإشاعات. إشاعات أخويا إشاعات. حس كده يا ريت شرف ويانا الحمام عشان تتأكد. حمام سعيد يا مقدم. كده بقى حسافر وانا مطمئن على تمام الامن وفي انتظار هديتك بكره يا مقدم. باذن جناب الوالي. تشكرات تشكرات مقدم صنقر. الان رفعت راس حضرتنا امام مقدم سماك. انا سمعته يا سالم. غريب. قال سالم؟ ايوه نطق اسمك. ما سمعتوش. يعرفني منين؟ ده اللي انا بسأل عنه. ده نطق اسمك كأنه يعرفك من زمان او كأنك صديق قديم. عجيب. انا دلوقتي كمان افتكرت حاجة تاهت عن بالي لان فات عليها سنين. فاكر العايق اللي دار علي انا ولملوم يوم ما ضربنا حبظلم في الكتاب؟ لا مش فاكر. انا بقى فاكر برضو نطق اسمك. قال لك سالم. على العموم احنا كنا في مصر من زمان واكيد في ناس فاكراني وانا مش فاكرها يا علي. المهم انت عملت ايه؟ رحت فين ورجعت؟ كالعادة رحت زرت الكلب ورجعت. وبعدين؟ هتعرف كل حاجة لما الكلب يخرج من الحمام ويحط الحنة. ايه؟ الحنة؟ بس تعرف أمي قابلتني في الطريق وأنا راجع. الست فاطمة؟ كانش لازم تعرف يا سالم. ده ممكن يتعبني جدا. كان مسيرها تعرف. بس ده صعب. صعب عليا وأنا مش هتراجع زي ما قلت لها. شايفين؟ شايف يا سالم؟ النادل اللي كنا فاكرينه بطل. اللي كان بقينا من ريحة حسن راس الغول. طلع نك. اتفو عليه. كلبه باع نفسه. يخلي الكلب يدفعنا ده كله.
هيدفعوا ويقفوا ويتفرجوا كالعادة يا سالم. مادام مفيش نتيجة واضحة يا علي. هيبقى فيه نتيجة طول ما انا هستمر ومش هتراجع. لازم هيبقى فيه نتيجة. طب فهمنا عملت ايه النهاردة وايه حكاية الحنة دي؟ كان لازم تتقال وقت ساعتها يا مقدم، وبصراحة كده السماك زودها حبتين. مسكنا الزيبق او هنمسكه مش هتفرق. لا تفرق يا غريب، السماك عايز يرجع السلطنة بالاسم الزيبق. مطلب غريب قوي يا مقدم، وبصراحة ملوش حق فيه. لكن انا وافقت يا غريب. مدام المقدم غريب ورطنا وخلاص بقى يا مقدم، يبقى نشوف اي حد من المحابيس ونسلمهولي. لا شنن، مقدم غريب ما ورطناش ولا حاجة، وانا اقدر احلها بألف شكل. بس انا عايز اوفي بكلمتي، عايز السماك يرجع السلطانة بالاسم الزيب. بس المقدم زرق مسافر بكرة. عشان كده بقول ان المقدم غريب ما ورطناش، لان من هنا لبكرة هيكون جابه. حضروا الحنة. حاضر يا مقدم. تعمل ايه هنا يا كعبور؟ بطمن على المقدم يا مقدم. انت تشوف شغلك وبس. روح راجع على العساكر بتوعك بره في الحارة. حاضر يا مقدم. والناس اللي ملمومة بره دي؟ قلنا ده مطلوب يا قاضي. انا خايف يعني اللي يعملوا شغب، ولا الراجل المجنون المخبول ده يطلع علينا ويهزقنا واحنا خارجين. بعد اللي قلته وشفته واحنا في طريقنا للحمام ما تشيلش هم. اطمن يا قاضي، كل شيء في حماية المقدم غريب النهاردة. المقدم ما خدش خبر عن الراجل المخبول اللي بيطلع غناوة عليا وعلى المقدم ده؟ هنشوف يا قاضي. يعني عايز ترجع في كلامك بقى؟ انا ما رجعتش في كلامي ولا حاجة، بس اعرف الورقة دي فيها ايه. دي مظلمة يا سيدي، هتروح قدام السرايا توصلها للمقدم زريق السماك، او تديها للعسكري يوصلها له. معقول برضو انت هتكتب مظلمة يا علي؟ ما انا مش عاوز اقول لك لما اكمل الملعوب الاول يا سالم. ملعوب بقى، قول لي كده واخلص. طبعا يا سالم. بس خلينا بعيد عن زريق ده، احسن لو مسوا حاجة هنلاقي نفسنا قدام اخته دليلة. دليلة؟ ودي حاجة تانية. مصايب الدنيا كوم وهي لوحدها كوم. وانت بتعرف الحاجات دي ازاي يا سالم؟ او بسمع. يعني الهم ده مادد من هنا لغاية اخر السلطنة. عايز تناطح السلطان كمان يا علي؟ انا عاوز اكمل الملعوب دلوقتي، وما تخافش زريق ده هيكمل الصورة مش اكتر، وان جيت للحق بقى هينبسط. ينبسط؟ يلا بس وصل انت الرسالة بسرعة. يلا. طب ما تسيبش انت الدكان يا علي. طب يلا يلا. تفضل تفضل مقدم سمك. طعام حضرتنا متواضع. واضح، عشان كده خسيت يا جناب الوالي في مصر. مسؤوليات جسم، مسؤوليات جسم. لكن الحين مقدم سمك مطمئن، ممكن طمن مولانا السلطان. لا، ما انا بقى مش هطمن الا لما ارجع وفي ايد الزيبق يا جناب الوالي. اتعشم. كلام جميل في بلد سلطان. مقدم سنقر الكلبي همام، كل شيء في وجوده تمام. امشي فرد، امشي فرد، هذا وقت طعام. معلش معلش نقرأ. في ايه مقدم سمك؟ لا لا مفيش، هوصل لحمام السبتية وارجع لك اوامي. محروس من عين الحرفيش، محروس من نق القلاضيش. ما تقول كلام نضر شويه يا حلاوه. دي رقوه مخصوصه انا علفتها علشانك. لا انت مامن للحرفيش، ولا انت مامن لحبايبنا القلاضيش، وحته عين مفحوص من غير موازنه. بس خلاص بطل غباوه واخلص. خلاص الحنه شباب يا مقدم، شباب على طول. ربنا يحرسك للبلد وللسلطنه. رغم هيبتك وغباوتك
لكن انا مصر افرضك عليهم زي ما حربيهم كلهم. انا جاهزه مقدم. يلا اتفضل. حلاوه عايزك تطلع في موقف كبير انت وغريب. وغريب يعني الاحكام اللي انا طلبتها منك مش برضو كتبتها كده وهنزتها؟ ما انت عارف يا مقدم اني ما بعرفش اكتب. نسيتك جميلة. خلاص هنكتبها لك. عارف يا مقدم انا يعني بس اللي غيظني يا سيد الناس حكاية الغناوي اللي غناوي يا سنة سخة يا اولاد يا نهار اخبر. ايه في ايه يا حلاوة؟ شنبك يا مقدم. شنبي ماله شنب؟ دهنك يا مقدم. دهني؟ الله الله. سلامك خولة من رب الرحيم يا اولاد. اللي عملته ده هذا كان بريء يا مقدم. شنبي وداني فين؟ في عرضك يا مقدم. شنبي وداني راحة غريب. أنا هقتلك يا كلب. في عرضك يا مقدم. أنت قول أنت قول مين وزك عليا؟ جايب لي حنة مسمومة. أنت اسمعني بس يا مقدم. لابد عن قتله. اسمعني يا مقدم. الله اداني مقدم راحة يا ناس. شنب الصقر طري خليه اهو. انت قول. انا بقول لك يا مقدم الحله دي احنا اللي جايبينها مش هما. احنا؟ ايوه. احنا مين يا غريب؟ العسكري فتح الله يا مقدم هو اللي اشتراها من الغوريه امبارح قدامي. عسكري فتح الله قدامك؟ شنب المقدم وداهم يا كلاب. معلش معلش لا تبالي. بس يا ترى مين اللي ده؟ اللص التافه برضه ولا انتوا قبضتوا عليه بصحيح يا مادي؟ بسرعة مش عاوز لكاعة. اشهبندر عاوز ايه؟ انا صلحت المشربية وكل اللي طلبته الست. طيب طيب روح بقى دلوقتي. اشهبندر المخزن كله اتملى. تديني مكان في الوكالة. ما تستنى شوية اما نشوف يا سيد برقوقي. عايزين ننفذ اتفاقنا مع المقدم من غير تضييع وقت. عرفت دلوقتي ان احنا اتسرعنا؟ وطلع الكلبي هو الكلبي. المهم نرتب الوضع دلوقتي بسرعة. كله دلوقتي خزن الا انا. دلوقتي هنشوف انت واقف هنا بتعمل ايه. اجريت يا شهباندر. اجريت يا شهباندر. محدش بيبات له قرش بره ابدا. يا ساتر. خد يا خد خد اتفضل. ايه ده شغل يوم بطوله. انتوا كده طماعين فاكريننا قاعدين على تل فلوس. خد يا اخويا اتكل. هو في ايه لا مؤاخذه؟ انت مالك؟ كن في حالك. حلوه حلوه. انت مالك؟ كن في حالك. انت مالك؟ كن في حالك. واقف في سكتي ليه؟ واقف في سكتي ليه؟ مولانا حلاوه غور من وشي. عايز مني ايه انت دلوقتي؟ روح. وانت مالك؟ ايه اللي اتحرك؟ كن في حالك. كن في حالك. شفت يا سيد ابو العين؟ انا لا بشوف ولا هشوف ولا عمري هشوف حاجه. عشان تنقل المقدم كلامنا. سيبوا المقدم في حاله. في ايه؟ فضيحة بجلاجل. فضيحة ايه تاني؟ شنب المقدم ودقن. شنب المقدم ودقنه؟ انا مش فاهم حاجة. وقعوا في الحمام. هما مين اللي وقعوا في الحمام يا قاضي؟ يا اخي قلت لك شنب المقدم ودقنه. منظر يا شهبندر يا شيب الوليد. وقعوا ازاي؟ انا مش فاهم. كان بيحنيهم يا سيد. ها وبعدين؟ ولا قبليه. هو بعيد عنك حط الحنه من هنا ودول وقعوا زي ما تقع اوراق الشجر في الخريف يا شهبان. الله ومن ايه وقعوا؟ انا مش فاهم. بقول لك من الحن. امال يعني هيكونوا وقعوا من ايه؟ كلتهم القطه. حلوه دقن الكلب كلتها القطه. حلوه يا حلاوه حلوه. حطه يا بطه يا فلفل شطه دانش كلب كلتها القطه. حطه يا بطه يا فلفل شطه دانش كلب كلتها القطه. القطه كلتها كلتها من بعد يا عيني ما نتفتها. القطه كلتها كلتها من بعد يا عيني ما نتفتها. ازاي يجري ودهنه يفوتها؟ ها ها ازاي يجري ودهنه يفوتها؟ ها ها سبحان من تاني نبتها. سبحان من تاني نبتها.
ويكبرها ويتبتها ويكبرها ويتبتها وحط يا بطة حط يا بطة يا فلفل شطة دهن الكلب كلتها القطة حط يا بطة يا فلفل شطة دهن الكلب كلتها القطة البلد كلها عرفت والعيال دايرين بالحكايه في الشوارع ولازم ابلغ المقدم. المقدم ما انا حد يخش عنده خالص. يعني ايه؟ هستنى. عايز ايه؟ تقبض على العيال؟ ما هو انت بقى تقول لنا يا مقدم غريب، مش دي شرطك؟ اتكلم على قدك يا كعبوره. غريب، لازم تعرف ان بنتك لسه تحت ايدينا وان المقدم صنقر ما طلعكش من تحت عشان تلعب وياه بالنار، لا، عشان انت عارف اللي عامل الهيصه دي كلها يبقى مين. مسكنا الراجل المكذوب اللي اسمه حنظل. والمقدم غريب هيمسك الزيبه يا شنن. امرك يا مقدم. امري؟ ما الامر كان امرك يا غريب. انا وعدت ان مفيش رجل غريبه تخش الحمام يا مقدم. وقال هو لعب ملعوبه من غير ما يدخل الحمام يا غريب. ده اللي مش قادر افهمه. اظن هتقول لي ان في حد هنا بيبلغه. عايزني اشك في رجالتي ولا اشك فيك انت؟ كعبورة لسه قايلها دلوقتي، بنتي تحت ايدك يا مقدم وانا قدامك لسه تقدر ترجعني للضلمة تاني. لا يا غريب، لا، مش صنقر الكلب اللي يدخل متاهة زي دي بسبب واحد مهما كان. حسن راس الغول كان فارس وله عوان ومساحته، وانت جبتك من بطن الجبل انت ورجالتك وسلاحك وغيرك كتير وغيرهم، مسحتهم اللي في السجن واللي في التربة والبلد، كل البلد، الوالي والأمرة والأعيان والمماليك والتجار والحرفيش، الكل فاضي ديدي. يجي على آخر الزمن واد عايل زي ده تافه يعمل ملاعيب توصل لداني؟ حتى اسمي بيرددوه العيال في البلد. وليه يكون عيال يا مقدم؟ هيكون مين يعني؟ عصابة قاعدة في الجبل؟ يمكن مملوك من المماليك، طبعاً في منصب مقدم الدرك وله أعوان. لا يا غريب، كل المماليك والأمراء عارفين كويس مين صنقر الكلب، ما حدش فيهم يجرؤ. هو واحد بس اللي طمعان وأنا عارف، مستني ياخد الزيبة معاه بكرة، زوريس. وأنا السبب. انت قلتها بقى عن قصد غير قصد. انا ما طلبتش اخرج من السجن. انت قابلت عشان بنتك تحت ايدي. بالظبط. ولولاها ما كنتش رضيت تطلع معايا في الطرق. انت عارف. او تطلع لو هتضمن انك تقف قصادي تاني. في دي لا، لاني خلاص عرفت، عرفت ان الشر في السلطنة غالب ومحمي من فوق لتحت، من السلطان والولاه والأمرة ومقدمين الدرك. عشان كده كان لازم حسن راس الغول يموت، وايا كان يتعمل بعد كده زي عدمه بالظبط. مصدقك يا غريب. مش هقولك لازم تجيب لي الزيبه عشان نسلمه لزريق بكره. خلاص، انا كان كل اللي يهمني هبتي يا استاذ زريق، لكن بعد المسخره اللي حصلت خلاص ما عادش يهمني. الزيبه ده انا عايزه لوحدي عشان اشويه على نار هاديه. ده كل اللي انا عايزه منك يا غريب. وبعد كده بنتك هتيجي وتاخد الفلوس اللي انت عايزها وتطلع بره مصر خالص، لانك مش طايقني. وانا
ايه ده يا زعبول؟ انا مش قايلك يا بتاخد الاكل معاك؟ ما نسيت بقى يا عم يا جا. بس بعد ما وحشي بيك قلت معقول يبقى الخيجة كله جاي ويجا عمك وتنساه؟ اخس عليك يا زعبول اخس. على كل حال انا حضرت لك الاكل اهو. شكل يا عم يا جا. الاكل ياما قوي يا عم يا جا. يكفي كل الغلابه اللي في البر. ياما في ناس غلابه بتنام من غير عشاء يا عم يا جا. ما هو محدش كان امبارح يا ابني. الكل كان متنكد على الاخر. ايه ليه يا عم يا جا؟ ايه اللي حصل؟ هو انت ما تعرفش ايه اللي حصل؟ لا معرفش. اي 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 يا عم يا جا. طب واحنا ماشيين هبقى احكي لك على كل حاجه. يلا بينا. يلا. طب ما يمكن عفريت يا عم يا جا. سمي بالرحمن يا ابني، انا جيتتي مش خالصه. سمي بالرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. بس ازاي ده حصل؟ مقدمنا الكبير اللي يخاف الواحد يبص له كده بس. ما هو اللي حصل قبل كده يا ابني يخلي عقل الواحد يتحير برضه. وهو ايه اللي حصل بقى قبل كده بقى؟ لسه ما عرفتش طريقها فين انت ولي؟ لسه يا ريس غريب. وبعدين لازم نوصلها بسرعه، لعبتنا مع الكلب ليها حدود. واقف يا ريس غريب. ايش يا استي فاطمه؟ سالم اخويا راح هناك، ولو في اي شيء هيجي يبلغك بسرعه زي الاتفاق. دخلتيني نار القلق وخلاص يعني. ما كانش في حل تاني، وانت حسيتي بكده كويس. ما هي النار دي هي اللي خلتني بعتلك سالم يا شام. كان لازم سالم اخويا يجي يبلغني اول ما رجعته من الفيوم. انا اللي منعته. كنت عايزه اخبي السر حتى عن نفسي عشان احمي عني. ما تقوليش كده يا استي فاطمه، ده انتوا خيركم علينا. ده كان زمان سالم اخويا وانا اتبعنا بسوق العبيد من زمان لولا سيدي حسن الله يرحمه. حسن فينك يا حسن؟ ربنا موجود. ده علي بيواجه الكلب كده. اما لو عرف ان الكلب هو اللي قتل ابوه كان هيعمل ايه؟ ربنا موجود. تعرفي ايه الحل يا شامة؟ ايه الحل يا ستي؟ ان اخد بطار حسن واقتل الكلب بايدي. تقتلي الكلبي؟ ايوه، لو الكلب انقتل علي هيخرج من الدايرة الملعونة دي. قتل الكلب هو الحل. يبقى غريب مظلوم. مش كده وبس، تلاقيه في خطر. انا لمحت شانن بيراقبه في نفس المكان اللي كان بيسال فيه عن بنته. ولو الكلب اتاكد انه عاوز يوصل لها هيقضي عليه، وبنته كمان هتضيع. بس انا مستعجب، ازاي غريب يعرفك قوي كده؟ ما قلت لك ما اعرفش يا علي. بس انا لازم الحقه، الكلب دلوقتي محاصره، دخله في اللعبه قصادي غصب عنه. الراجل عاوز يدور على بنته والوقت قصاده ضيق. سالم. نعم. لازم نوصل لمكان بنته. ودي تيجي ازاي دي؟ عطوة السقة صاحب بلبول. عطوة السقة؟ وده يقدر يعمل ايه؟ البنت دلوقتي اكيد مش في الحبس، تلاقيها في بيت او سراية واحد من المحاسيب. ومين غير السقة يقدر يخش البيوت ويعرف اسرارها؟ ده صحيح. عاوزك تكلم لي عطوة يشغلني عنده يومين. تشتغل ايه؟ سقة؟ وبعد كده مش هتشرب مية غير من قربة الزيبق. الله، جرى لك ايه يا علي؟ مرة شميعة ومرة زعبلة، ودلوقتي سقة يا علي. سقة المية، مية النيل، سلسبيل اشرب المية. حط صوتك اعمل معروف. ولا يهمك، تلاقيها دلوقتي نامت. الست فاطمة ما افتكرش انها بتنام بعد ما عرفت الا لو رجعت على رأيك. مش هنتناقش في الموضوع ده دلوقتي، خلينا في موضوعنا. طب بدل ما تشيل قربة على ظهرك وتعمل سقة عشان تدور على بنت غريب،
ما تقول لعطوة الحقيقة وهو يفهم زملاته. هيخاف ولو عرفوا يا سالم. جربت؟ أنا متأكد. ليه لا؟ زيهم زي بقية الناس، يخافوا كلهم يتحركوا، عاوزين يفرحوا وهم بعيد، يقعدوا مع بعض يتكلموا ويشتكوا، يستنوا حد زي غريب يتحرك ممكن، لكن هم لا. ليه ما تشاركهم شويات بدل ما انت في الخطر لوحدك؟ الخطر لو اعتمدت على حد يا سالم. الملاعيب ولوحدك؟ ونجحت وحستمر والكلب عمره ما هيطولني ابدا. طب لو نفذت لك حكاية الساقة دي هتسيبك من الكلب دلوقت؟ علي، الضربة الأخيرة دي مش سهلة ومحدش عارف عواقبها هتكون ازاي، ده مهما كان الكلبي. عارف الليلة بالذات وهو بيتكلم مع غريب حسيت انه مش سهل ولا هبل. لا ده عارف بيلعب مع مين وليه، لكن وياي انا لا. شوف يا سالم، طول ما انا مخليه في الضلمة ومش شايف يبقى خلاص. حتى دي عواقبها مش مضمونة، وساعتها بقى لا. الحكاية مش عارف، محدش يعرف حاجة عن بيتنا لحد دلوقتي. تكونش قلت الرجب؟ ما حصلش. مين؟ افتح. استنى استنى علي، اطلع من الباب اللي وراني بسرعة. ايه؟ في ايه يا امي؟ اسمع اللي بقولك عليه.